الصورة اللي معانا دي يمكن أول الصورة برضو، وكان طبعا تم وضع أنه 6 أعلام للولايات المتحدة الأمريكية، بس دايما في مشكلة في الفكرة دي، يقول لك إزاي العلم بيرفرف فوق سطح القمر لدرجة أن البعض شكك. فلو حضرتك برضو تشرح لنا ليه كان في جدل حوالين فكرة علم الولايات المتحدة، بعض قال دي صورة مش حقيقية، وإزاي الأعلام كمان تستحمل الشمس والدرجات الرهيبة دي من البرودة أحيانا. تمام، هو على الاغلب، هو طبعا احنا ما عندناش صور حاليه لاماكن الاعلام دي، لكن على الاغلب الاعلام دي اتمسحت تماما، يعني اتمسحت يعني اللون ما بيبقاش، اللون ما بيبقاش ليه بقى؟ لان طبعا التعرض لاشعه الشمس المباشره، القمر ما عليهوش غلاف جوي، يعني مفيش هواء، فبالتالي اشعه الشمس مباشره جدا. وبعدين درجات الحراره بتعلى جدا في النهار عند تعرض اشعه الشمس، وبالليل الدنيا بتبقى برد جدا، فريزنج، برد شديد، فطبعا البيئه على القمر تدمر اي حاجه. لكن طبعا العلم اول ما هوصل بيه وهو سليم شكله هيبقى طبيعي جدا، بس ما ينفعش يرفرف لان مفيش هواء، مفيش هواء. لكن هو الرفرفه مش بسبب الهواء بس، يعني حضرتك لو مسكت علم وعمل وحركته هيرفرف. فهي الحركه بتاعه التثبيت اللي قام بيها رائد الفضاء هي كانت السبب في حركه العلم، مش الهواء. مش الهواء.